friends, and welcome in a new lesson for this day. Today, we are going to take page number 51. So, my dear students, open your box on this page. أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد لهذا اليوم. اليوم سوف نأخذ صفحة رقم 51. افتح كتابك على هذه الصفحة and be ready. Now, our lesson today is grammar. And the title of our grammar lesson is Present Perfect. عزيزي الطالب، درسنا اليوم هو درس قواعد، وقاعدتنا لهذا اليوم هو قاعدة المضارع التام، مضارع التام. كما قلت سابقا أن قاعدتنا لهذا اليوم هي present perfect المضارع التام. When we use present perfect، متى نستخدم المضارع التام؟ We use present perfect to talk about events happened in the past and have an effect at present time. نستخدم المضارع التام للحديث عن أحداث قد حصلت بالماضي، ولكن نستطيع أن نرى آثارها في الوقت الحاضر. كمثال أن هناك قد حدث حادث في الطريق، وذهب توم وصديقه إلى التسوق، وأثناء سيرهم في الطريق شاهد توم زجاج على الأرض. قال لصديقه أن هنا قد حدث حادث. أخبر صديقه: كيف عرفت؟ لا توجد سيارات أو أي شيء قد يدل على أن هناك حادث في الطريق. قال: انظر على الأرض، هناك آثار زجاج، أي أن الأرض عليها زجاج، وهذا زجاج زجاج سيارات. إذن أن الحادث قد حدث من قبل، وأن زجاج السيارات متواجد على الأرض، هذا دل على أن شيء قد حدث بالماضي، ولكن آثار الحادث وهو الزجاج ما زالت موجودة. وبذلك قد عرف توم وأخبر صديقه بأن حادثا قد حدث في هذه المنطقة. Now let's know the keywords for this rule. نتعرف الآن على الكلمات الدالة في هذه القاعدة، وهناك كلمتان اثنتان. الكلمة الأولى هي never، والكلمة الثانية ever. متى نستخدم كلمة never؟ نستخدم كلمة never في الجملة المثبتة، ولكن عند استخدامها في الجملة المثبتة تعطي معنى النفي، أي أنها تصبح هذه جملة منفية، ولكن لا تحمل أي سمة من سمات النفي اللي هي an أو T أو N, T، ولكن معناها أن هذه جملة جملة منفية. أما الكلمة الثانية هي كلمة ever وتستخدم في السؤال. Now my dear students, let's know the form and the rule for the sentence. اتعرف عزيز الطالب على شكل وقاعدة الجملة. كيف يكون شكل جملة present perfect المثبتة؟ This is the rule، هذه القاعدة. First we start with the subject، نبدأ أولا في الفاعل، والفاعل إما أن يكون فاعل مفرد وهو اسم مفرد، أو ضمير يدل على الفاعل مثل he أو she أو it. فإذا كان الفاعل اسم مفرد أو ضمير يدل على الفاعل، فإننا نستخدم بعده helping verb وهو الفعل المساعد has، ومن ثم بعد ذلك نضع في الجملة الكلمة المساعدة كلمة never، ومن ثم بعد ذلك نضع الverb 3 الفعل بالتصريف الثالث، وبعد ذلك المفعول به، وهو إما أن يكون اسم أو pronoun ضمير. ولكن إذا كان الفاعل اسم جمع أو ضمير يدل على الجمع، فإننا نستخدم الفعل المساعد have، وبعده يأتي الكيورد الكلمة الدالة كلمة never والفعل بالتصريف الثالث والمفعول به. لاحظ عزيز الطالب أن كلمة never تأتي بعد الفعل المساعد has أو have، وتأتي قبل الفعل بالتصريف الثالث. انظر الآن إلى هذا المثال: She has never visited Paris. هي لم تزر أبداً
باريس. هذه الجملة أعطت معنى النفي أنها لم تقم بزيارة باريس. والكيوب وورد الكلمة الدالة جاءت بين has و visited. أما الآن لنتعرف how to make a question، كيفية صياغة وتكوين سؤال. كيفية تكون هذه القاعدة؟ لنبدأ، في البداية نضع الفعل المساعد has أو have. طبعا هذا على حسب الفاعل، فإذا كان الفاعل جمعا أو ضمير يدل على الجمع نستخدم have، أما إذا كان الفاعل مفرد أو ضمير يدل على المفرد مثل he و she و it نستخدم has. وبعد الفاعل مباشرة نضع الكلمة الدالة اللي هي الكيورد ever، وبعد ذلك نستخدم الفعل بالتصريف الثالث هو verb 3 past participle، ومن ثم نضع المفعول به. لاحظ هنا عزيز الطالب، في السؤال قمنا باستخدام كلمة ever، وموقع كلمة ever موجود يكون بين الفاعل وبين الفعل بالتصريف الثالث هو verb 3 past participle. لنقرأ هذا المثال وهو سؤال: Has she ever visited Paris؟ هل هي ذهبت أو زارت باريس؟ إذا كانت الإجابة yes نقول yes she has، أما إذا لم تقم بالزيارة فإننا نجيب no she hasn't. أعيد مرة أخرى، في السؤال أستخدم الكلمة الدالة ever، أما في الجواب أستخدم never. عزيزي الطالب لنقرأ سوية هذه الأمثلة. Number one: Sarah has never visited Paris. هي جملة، فإذا استخدمنا الكلمة الدالة never وسارة مفرد، واستخدمنا معها الفعل المساعد has مع الverb 3 visited. Number two: The boys have never drunk coffee. Boys جمع، استخدمنا have لأنها جملة استخدمنا never. Number three: Have you ever studied French؟ هنا سؤال، بدأنا بها واستخدمنا الكلمة الدالة ever. Yes I have or no I haven't. Has Mark finished his project؟ هل أنهى مارك مشروعه؟ لأن مارك هو اسم مفرد قمنا باستخدام الفعل المساعد has مع التصريف الثالث yes he has or no he hasn't. Now my dear students, let's do this worksheet together. Number one, choose the correct answer. قم باختيار إجابة صحيحة. Have you done it? What is the correct answer? Ever or never? Number two, he arrived. Have or has? لنجاوب السؤال الأول. Have you? وبما أنه سؤال سوف نستخدم الكلمة الدالة ever مع السؤال. Number two, he arrived. He هنا فعل مساعد مفرد سوف نستخدم معها الفعل، عفوا هي ضمير فاعل مفرد سوف نستخدم معها فعل مساعد يدل على المفرد وهو has. Has he arrived? Let's go to question number two. Correct the verb. هنا سوف نقوم بتصحيح الفعل بين قوسين. We have never the movie. هنا يجب أن نضع الفعل بالتصريف الثالث. What is the correct answer? The correct answer is seen. Number two, have you ever breakfast in the cafe? هذا سؤال. وماذا سوف نضع فعل مساعد مع have؟ لأن have ضمير يدل فعل مساعد يدل على الفاعل الجمع، وسوف نضع هنا فعل وهنا الفعل بمعنى تناول. ما هو الفعل الصحيح؟ had ولا has؟ The correct answer is had، لأن had هي بالتصريف الثالث. My dear students, this is the correct answer for the worksheet. Now my dear students, let's go back to our book page number 51. لنعود أعزائي الطلبة إلى كتابنا صفحة رقم 51. And let's read the examples. ونقرأ الأمثلة. Ed Darcy is a famous explorer. He has visited many countries in the world.
Has he ever been to Africa? Yes, he has been to Africa. Has he ever been to China? No, he's never been to China. في هذه الأمثلة تم استخدام قاعدة المضارع التام. وقمنا باستخدام has الفعل المساعد مع الفيرب 3 إذا كان الفاعل هنا مفرد مثل he وهو it Darcy. وبالسؤال بدأنا ب has مع ever وتصريف الثالث. أما عند الإجابة وكانت الإجابة نفي No, he's never been to China. استخدمنا never للدلالة على النفي. And now, my dear students, go to exercise number 2. Ask and answer. Has Ed ever been to South America? هل ذهب Ed إلى جنوب أمريكا؟ Yes, he's been to South America. سوف نقوم بالسؤال والإجابة باستخدام هذه النوت الموجودة لدينا. نلاحظ هنا أسماء بعض الدول وجنبها إما تيك أو إكس وبعضها جنبها إكس أو صح. الدول التي قام بزيارتها موجود جنبها صح، والدول التي لم يقم بزيارتها بجانبها إكس. فإذا قام بالزيارة نجيب يس، وإذا لم يزر تلك البلد نقوم بالإجابة باستخدام نو. Let's do about Peru. Has it ever been to Peru? There is X. جانبها X. So the answer, no, he's never been to Peru. Number 3. Has Ed been to North America? Yes, he's been to North America. Let's go to Canada. Next to Canada is X. Has Ed ever been to Canada? No, he's never been to Canada. Let's go to Africa. There's tech beside Africa. Has Ed ever been to Africa? Yes, he's been to Africa. And Egypt, there's a tick. Let's make a question. Has Ed ever been to Egypt? Yes, he's been to Egypt. Now, my dear students, make questions and answers to the second column from Ed's visits. It's to China, the Arctic, the Antarctic, Russia, and finally Australia. Try to make questions and answers like the examples. قم عزيزي الطالب بالسؤال والإجابة عليه في البلدان الموجودة في العمود التالي من زيارة إد، وقم بالسؤال مثل الأمثلة الموجودة لدينا. Now number 3. إد always wears the same boots. إد دائما يرتدي نفس الحذاء. Have its boots been to China? هل كان حذاؤه لتشاينا؟ No, they have never been to China. Have they been to Arctic? Yes, they've been to Arctic. Yes. لبسه وارتداؤه للحذاء نفس ذهابه زيارته في البلدان الموجودة في زيارته. لماذا؟ لأنه كان دائما يرتدي نفس الحذاء، فإذا ذهب لزيارة مدينة ما فإنه ارتدى هذا الحذاء، وإذا لم يذهب هذا معناته أنه لم يذهب. Now my dear students, open your workbook on page number 34 and let's do the exercises on our book. Let's start with exercise number 1. Complete the sentences with a word from each box. هنا عزيز الطالب سوف نقوم بإكمال الجمل بكلمة من كل صندوق. سوف نختار بداية has أو have حسب الفعل، ومن ثم من الصندوق الثاني نختار الفعل بالتصريف الثالث. Let's start. At Darcy, many countries. What is the correct answer? The correct answer is has visited. لأن it فاعل مفرد وقمنا باستخدام has معه. Number 2. هي question. He ever to China. What is the correct answer? The correct answer is has been. Has he ever been to China? Number 3. We never Chinese food. هذا جملة. What is the correct answer? The correct answer is have eaten. We have never eaten a Chinese food. Number 4. Linda never the sea. Linda is singular. Linda مفرد. What is the correct answer? The correct answer is has seen. Linda has never seen the sea. Number 5. It's a question. So are the children ever
This story. Children, جمع. So the correct answer will be have heard. Have the children ever heard this story? And finally, number 6. These girls never football. هذه جملة والفعل هنا جمع. The correct answer will be have and played. These girls have never played footballs. Now, my dear students, this is the answer to this question. Now, my dear students, let's go to exercise number 2. Make questions with ever. هنا سوف نقوم بتكوين أسئلة باستخدام ever. Number 1 is already done. الأولى محلولة. Has he ever been to Russia? Number 2. Let's make a question. لنكتب السؤال. Has she ever seen the Winter Palace? هل عمرها شاهدت قصر الشتاء؟ Number 2. أو sorry, number 3. Eat English food. Have they ever eaten English food? هل تناولوا طعام بريطاني؟ And number 4. Let's make the question. Play tennis. والفاعل مفرد he. Has he ever played tennis? Now let's go to exercise number 3. Make sentences never. هنا سوف نقوم بتكوين جمل باستخدام never. The first one is already done. الأولى محلولة. She has never visited London. لم تزور لندن. Number 2. Has he ever made a cake? لأن الفاعل المفرد استخدمنا he. Number 3. الفاعل جمع. So they have never heard an orchestra. لم يستمعوا أبدا إلى فرقة موسيقية. And number 4. الفاعل مفرد. She has never flown in a plane. لم تطير أبدا بالطائرة. Now my dear students, write down the answers on your book. And this is the answer for these questions. My dear students, this is the homework for this day. عزيز الطالب، هذا هو الواجب لهذا اليوم. عليك حل تمرين كتاب الورك بوك صفحة رقم 34. اكتب عزيز الطالب الواجب بخط جميل وواضح ومرتب.